بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة بالبنين، قسم اللغة العربية، الصف الثالث. مرحبا بكم. دروس مادة اللغة العربية. هيا بنا أبناء الطلاب نراجع ما سبق دراسته في مهارة الإملاء. تذكر عزيز الطالب أن التاء المربوطة تكتب مغلقة، أما التاء المفتوحة فتكتب مبسوطة. وتذكر أيضا أن همزة الوصل تكتب ألفا مجردة من الهمزة، أما همزة القطع فتكتب ألفا مصحوبة بالهمزة، إما أن تكون فوقها إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وإما أن تكون تحت الألف إذا كانت مكسورة. درسنا اليوم بعنوان تدريبات إملائية من الوحدة الرابعة صفحة 78. أولا أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يطبق معارفه الإملائية بشكل صحيح، وأن يكتب ما يملى عليه كتابة صحيحة. راجع معي عزيز الطالب، كيف نقرأ هذه الكلمات؟ إذا وقفنا على كلمة حجرة، فإننا ننطق التاء بلفظ الهاء، حجرة. أما إذا نطقنا الحركة، فإننا نقول حجرة. لاحظ أننا عند الوقف نطقنا التاء المربوطة بلفظ الهاء، ولكننا عندما نطقنا الحركة نطقنا التاء المربوطة بلفظ التاء. لاحظ الكلمة الثانية: كعبة. كلمة كعبة تنتهي بتاء مربوطة، عندما وقفنا عليها نطقناها بلفظ الهاء، ولكننا إذا أردنا أن ننطق الحركة ونصلها بما بعدها فإننا نقول كعبة، كعبة، ننطقها بلفظ التاء. لاحظ الفرق: عند الوقف تنطق التاء المربوطة هاء، وعند الوصل فإنها تنطق تاء. الكلمة الثالثة كلمة غسالة تنتهي أيضا بتاء مربوطة، عند الوقف عليها فإننا ننطق التاء المربوطة بلفظ الهاء، نقول غسالة. نطقت التاء بلفظ الهاء عند الوقف، أما إذا أردنا وصلها بما بعدها فإننا نقول غسالة، غسالة، فتنطق التاء المربوطة في حالة الوصل بلفظ التاء. لاحظ أن التاء المربوطة عند الوقوف عليها فإننا ننطقها بلفظ الهاء، وعند وصلها فإننا ننطقها بلفظ التاء. نستنتج أن الكلمات المنتهية بتاء مربوطة تنطق هاء عند لفظها ساكنة، وتنطق تاء عند لفظها متحركة. نستنتج مرة أخرى: الكلمات المنتهية بتاء مربوطة تنطق هاء عند لفظها ساكنة، أما عند لفظها متحركة فإنها تنطق تاء.
لاحظ التاء المفتوحة، ستلاحظ الفرق واضحا. عندما نقرأ الكلمة الأولى نحلات ونقف عليها فإنها تنطق تاء، وعند وصلها نقول نحلات. لاحظ أنها أيضا نطقت تاء، إذا التاء المفتوحة نطقت تاء في حالة الوقف، ونطقت تاء أيضا في حالة الوصل، وهذا هو الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، أن التاء المربوطة تنطق هاء عند الوقف وتاء عند الوصل، أما التاء المفتوحة فإنها تنطق تاء في الوقف كما تنطق تاء في الوصل. لاحظ كلمة عنكبوت، عنكبوت تنتهي بتاء مفتوحة، وعند الوقف عليها نقول عنكبوت فتنطق تاء، وعند الوصل فإننا نقول عنكبوت، ننطق الحركة مع التاء فتنطق تاء مع تنوين الضم، ونلاحظ أن التاء المفتوحة في الحالتين نطقت تاء، وهذا هو الفرق، أن التاء المفتوحة تنطق تاء عند الوقف وتاء عند الوصل، أما التاء المربوطة فتنطق هاء عند الوقف وتاء عند الوصل. بارك الله فيكم أبناء الطلاب. نستنتج من ذلك أن التاء المفتوحة هي التاء التي تكتب بآخر الكلمة، وتنطق تاء عند الوقف عليها أو عند وصلها بالكلام. نعيد ونكرر مرة أخرى، التاء المفتوحة هي التاء التي تكتب بآخر الكلمة، وتنطق تاء عند الوقف عليها أو عند وصلها بالكلام. هيا بنا نطبق بعض هذه القواعد. أملأ الفراغ بكلمة مناسبة تحوي حرف التاء المربوطة أو التاء المفتوحة. اصطاد الصياد سمكة كبيرة. إذا وقفت عليها أقول سمكة بالهاء، فهذه تاء مربوطة أم مفتوحة؟ أحسنتم، هذه تاء مربوطة. اصطاد الصياد سمكة كبيرة، إذا وقفت عليها تنطق هاء، إذا هذه تاء مربوطة. اصطاد الصياد سمكة كبيرة، عند الوصل تنطق تاء. يجب الالتزام، لاحظ الصورة، ما هذه الصورة؟ إنها إشارات المرور. يجب الالتزام بإشارات، إشارات هذه تاء مفتوحة أم مربوطة؟ أحسنتم، إذا نطقتها تاء عند الوقف فهي تاء مفتوحة. يجب الالتزام بإشارات المرور لسلامتنا. كلمة إشارات تنطق تاء في الحالتين، لذلك فهي تاء مفتوحة. لاحظ الصورة الثالثة، ماذا ترى في الصورة؟ إنها البالونات. كيف نطقناها؟ نطقناها تاء رغم أننا وقفنا عليها، ولذلك فهذه تاء مفتوحة. البالونات طارت في الهواء. بارك الله فيكم أبنائي الطلاب، ورزقكم التوفيق والنجاح. أكمل الفراغات بكلمات تبدأ بهمزة وصل ثم أنطقها. الجملة الأولى، عمر لمسابقة الرسم. نحن نعرف أن همزة الوصل تكتب ألفا بدون همزة، نريد فعلا يبدأ بهمزة وصل. فكر معي عزيزي الطالب،
ما الفعل الذي يبدأ بهمزة وصل ويناسب هذه الجملة؟ أحسنتم، استعد عمر لمسابقة الرسم. الفعل استعد يبدأ بهمزة وصل، وهذه الهمزة تنطق هكذا استعد، ننطقها عند بداية الكلام. الجملة الثانية: بما ينصح الطبيب هذا المريض؟ بما تنصح هذا المريض عزيزي الطالب؟ أنصحه أن يلتزم بتعليمات الطبيب. فما فعل الأمر المناسب لهذه الجملة بحيث يبدأ بهمزة وصل؟ نقول: التزم بتعليمات الطبيب. التزم، لاحظ همزة الوصل ألف مجردة من الهمزة، نقول التزم، ولاحظ أننا ننطق هذه الهمزة في بداية الكلام فقط ولا ننطقها في حالة الوصل. الجملة الثالثة: احرص على تناول الفواكه الطازجة. احرص، هذا الفعل يبدأ بهمزة وصل وننطقها في بداية الكلام فقط، احرص. تذكر معي عزيزي الطالب أن همزة الوصل همزة ينطق بها عند البدء بالكلام ولا ينطق بها أثناء وصلها بما قبلها، وتكتب ألفا فقط مجردة من الهمزة. تذكر مرة أخرى أن همزة الوصل همزة ينطق بها عند البدء بالكلام ولا ينطق بها أثناء وصلها بما قبلها، وتكتب ألفا فقط مجردة من الهمزة. أكمل الفراغ بكلمة تبدأ بهمزة وصل: الطالب إلى الدرس جيدا. ما الكلمة المناسبة لملء هذا الفراغ؟ إنها كلمة انتبه. انتبه الطالب إلى الدرس جيدا. افتح الكتاب عزيزي الطالب، صفحة 78. أقرأ الفقرة الآتية ثم أجيب عما يليها: ارتفعت الأسعار ارتفاعا كبيرا، وأحس الناس بالجوع، وكان عثمان بن عفان تاجرا مشهورا، وقد وصلته بضاعة كثيرة، فأسرع إليه التجار لشرائها بثمن مرتفع، فلم يقبل وقال: الله أعطاني أكثر منكم، ثم وزعها على الفقراء. لماذا أحس الناس بالجوع؟ أحسنتم، لأن الأسعار ارتفعت ارتفاعا كبيرا. ما موقف عثمان بن عفان من بيع بضاعته للتجار؟ رفض أن يبيعها للتجار، فلم يقبل. رفض أن يبيعها للتجار لأنه في النص فلم يقبل، وقال: الله أعطاني أكثر منكم. ماذا فعل عثمان بن عفان بالبضاعة في نهاية الفقرة؟ ثم وزعها على الفقراء، وهذا من جميل سنة عثمان رضي الله عنه، أنه كان كريما، وأنه كان يحب المسلمين ويعطف عليهم ويتصدق على فقرائهم. أقرأ الفقرة ثم أكمل الجدول الآتي: ارتفعت الأسعار ارتفاعا كبيرا، وأحس الناس بالجوع، وكان عثمان بن عفان تاجرا مشهورا، وقد وصلته بضاعة كثيرة، فأسرع إليه التجار لشرائها بثمن مرتفع، فلم يقبل وقال: الله أعطاني أكثر منكم، ثم وزعها على الفقراء. لاحظ معي تلك الكلمات عزيزي الطالب:
كلمة ارتفعت، ما نوع التاء في كلمة ارتفعت؟ هل هي تاء مربوطة أم تاء مفتوحة؟ نعم، هي تاء مفتوحة. الكلمة الثانية كلمة بضاعة، ها ما نهاية بما انتهت كلمة بضاعة؟ انتهت بتاء مربوطة. الكلمة الثالثة كلمة كثيرة، انتهت أيضا بتاء مربوطة. أقرأ الفقرة ثم أكمل الجدول الآتي: ارتفعت الأسعار ارتفاعا كبيرا، وأحس الناس بالجوع، وكان عثمان بن عفان تاجرا مشهورا، وقد وصلته بضاعة كثيرة، فأسرع إليه التجار لشرائها بثمن مرتفع، فلم يقبل وقال: الله أعطاني أكثر منكم، ثم وزعها على الفقراء. لاحظ الكلمات التالية: ارتفعت، ما نوع الهمزة هنا؟ هل هي همزة وصل أم همزة فتح؟ إنها همزة وصل، الألف في بداية الكلمة تسمى همزة وصل. التجار، كلمة التجار بدأت بهمزة وصل، أحسنتم. الكلمة الثالثة الفقراء أيضا تبدأ بهمزة وصل، وهي الألف المجردة من الهمزة. الآن أبناء الطلاب، أنسخوا الفقرة الآتية قبل أن يمليها علي معلمي. افتح الدفتر أو انسخها في الكتاب وتدرب على كتابتها حتى إذا أملاها عليك المعلم تكتبها بطريقة صحيحة. إلى هنا أبناء الطلاب، نصل إلى نهاية درسنا اليوم، وعلى أمل أن نلتقي بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.